انسحاب الولايات المتحدة بهذا الشكل من أفغانستان أدى إلى انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق أيضا. يعني القوات المتواجدة الآن الأمريكية في العراق بحدود 2500 ليست قوات قتالية، وإنما قوات كما تعلم لإعطاء الرأي، للتدريب، لإعطاء المشورة، ولغيرها، الاستخبارات مثلا للجيش العراقي، ولكن ليست قوات قتالية. هناك خطر من فراغ كبير في العراق فيما إذا قرر بايدن سحب هذه القوات أيضا، القوات غير القتالية من العراق. في جميع الأمور ما يحصل الآن في العراق ولبنان وسوريا واليمن مرتبط إلى حد كبير بما بالتفاهم النووي والعودة إلى هذا التفاهم، ولكن يبدو بأن العودة إلى التفاهم أصبحت مسألة صعبة. أولا لأن الحكومة تغيرت، رئيس الجمهورية في إيران هو إبراهيم رئيسي، وهو شخص فرضت الولايات المتحدة في سنة 2019 عقوبات عليه، وهو متطرف وليس كما كان سابقه، يعني الرئيس روحاني. لذلك الوضع الآن في دول الشرق الأوسط، الدول مثل العراق، مثل سوريا ولبنان واليمن، هو مضطرب، ولا يوجد سياسة واضحة وصريحة من قبل الرئيس بايدن ماذا سوف يكون مصير هذه الدول إذا لم يتم الاتفاق على التفاهم النووي، إذا إيران قررت عدم العودة إلى هذا التفاهم، أو إذا أن الإدارة الأمريكية كما يبدو تجد بأنه ليس من الضروري العودة إلى هذا التفاهم، لأن التفاهم النووي له مدة معينة وهي سنة 2030 ينتهي المفعول به، ولذلك ماذا سوف يحصل بعد ذلك؟ لأن إدارة بايدن كانت تعتقد بأنها إذا استطاعت العودة هي وإيران إلى التفاهم النووي فإنه سوف يجري مباحثات جديدة على أمرين مهمين، وهو مسألة الصواريخ البالستية ومسألة مساعدة إيران للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.